اللي حصل بكل بساطة انه زي ما احنا عارفين لما فضوا الاعتصام في ناس كتير اتاخدت وتعذبوا, فهو اللي حصل انه احنا يعني مجموعة من في مننا ناشطين سياسيين وفي مننا سينمائيين شغالين في السينما المستقلة. ويعني اثناء الثورة اعتقد يعني معظم الناس لما كانوا بيبقوا محتاجين ان هم يرفعوا حاجة على يوتيوب او ان هم يشتغلوا في سوري انا المفروض اشرح حاجة عن المصرين الاول, ان احنا يعني كمركز اللي احنا بنحاول نعمله ان احنا ندعم الاعلام البديل او الصحافة الشعبية او يعني الاعلام البديل بشكل عام. فهو اللي حصل بعد 9 مارس ان احنا اتجمعنا لان هو كان في ضروره انه يحصل يعني انه فيديوهات كتير تتعمل وتترفع على النت عشان نحاول على قد ما نقدر ان احنا نوعي الناس ونحاول نطلع على قد ما نقدر من الناس اللي اتاخدوا يوم 9 مارس. جت الفكرة ما بيننا ان احنا نأسس مركز عشان انا اصلا يعني شغال في مجال السينما وفي عندنا شركة انتاج مستقلة, فاحنا كان عندنا شقة فاضية تقريبا كنا بنفكر نعمل فيها حاجة وكان عندنا شقة فاضية, فاحنا قررنا ان احنا نتجمع على بعض ونحاول نعمل مركز عشان ندعم اي حد بيحاول ان هو يعني اي حد غير مدعم بيحاول ان هو يشتغل مش ضروري يعني ضد الاعلام بس على الاقل انه يبقى فيه فرصة للاعلام المختلف او وجهات النظر المختلفة ان هي يكون ليها مقر, مكان الناس تشتغل فيه, مكان فيه انترنت, مكان فيه شوية معدات, مكان فيه مكان للمونتاج, وكمان يبقى مكان الناس ممكن تشتغل فيه ممكن تجتمع فيه. لان انا من الازمات اللي حصلت في رأيي انا يعني بعد الاعتصام او وكمان من الحاجات الجميلة في الاعتصام ان احنا بنعرف ان احنا نقابل بعض, فهو بعد كده فاحنا خلينا المكان ده بنحاول يعني اي مبادرة طلع من روح الثورة احنا بنحاول نساعدها ان هو في مكان الناس تتقابل فيه. الحاجة التانية ان احنا بنحاول في المكان ده ان احنا نساعد مع مبادرات تانية ان احنا نلم الارشيف من الثورة. في زي كتير منكم اكيد عارفين ان هو كان في خيمة بتجمع صور وفيديو واصبح بقى في هارد عليه كذا جيجا يعني من الحاجات اللي الناس مصوراها. فهو احنا في وسط البلد واحنا بنحاول نساعد على تكملة لم الارشيف, وكمان ان الناس تيجي تستخدم الارشيف. يعني احنا فكرتنا مع الارشيف ان هو الارشيف مش بس حاجات نجمعها المفروض ان احنا نحطها للتاريخ, لا دي حاجة احنا المفروض نفعلها ومفروض نستخدمها. فمثلا ومن الافكار اللي جت لما دخلنا في الاعتصام ده هو ان احنا نعمل شاشة عرض هنا في التحرير, فاحنا بقالنا كذا يوم كمان بنحاول نعرض الكليبات او الفيديوهات البارزة من الارشيف من الحاجات اللي متصورة. فدي عامة فكرة بنعرض فيديوهات فيها ايه هنا في التحرير؟ احنا بنعرض فيديوهات من اول 25 يناير لغاية 28 يونيو. معظمها فيديوهات انا اعتقد ان معظم الناس ما شافتهاش, بس في منها طبعا حاجات الناس شافتها. هي الفكرة بصراحة فيها نقطتين مهمين. يعني اولهم يعني حتى لما احنا بنشوف الفيديوهات البارزة على التلفزيون هي دايما بتتحط في السياق في رأيي انا انه كان في 18 يوم وخلصوا. فاحنا بنحاول كمان ان احنا يعني بنعرض بفكرة انه لا هي ما كانتش بس 18 يوم وان الثورة مش بس مستمرة, بس احنا لما بنشوف التشابه مثلا ما بين اللي حصل 28 يونيو واللي حصل يوم 25 يناير
او في اقتحام الداخليه والحاجات دي كلها برضو لما بنتفرج على الفيديوهات، يعني غير ان احنا